أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي الكريم العظيم الرؤوف الرحيم العظيم الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين، مع رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أرضاه حجة الإسلام أبي حامد، وهي رسالة في علم السلوك والأخلاق أو في علم التصوف، سمها كما شئت، المهم أن تتحلى بما فيها. وتوقفنا في المرة الماضية عند قوله رضي الله تعالى عنه عنكم ونفعنا بعلومه والصالحين والحاضرين في الدارين آمين، عند قوله أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا، لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خالية. وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد أو لا يأخذ اليد. مثاله: لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، وكان الرجل شجاعا وأهل حرب، فحمل عليه أسد عظيم مهيب، فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ فمن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكاب، فلا يحصل البرء إلا باستعمالها. ركز معايا وصلي على النبي. الأول بس احنا ناخد الفقرة دي لحد ايه الشيخ ما قال كلمة شعر، تمام؟ أول حاجة بس نبين بعض الألفاظ اللي وردت هنا عشان تبقى أنت معايا. أيها الولد، ده اللي هو الطالب بتاعه، لا تكن من الأعمال مفلسة، مفلسا يعني صفر اليدين، يعني ما تبقى، لا تكن خالي العمل، يعني لا تجمع العلم بدون عمل، وإنما إيه؟ العلم مع العمل. وقلنا قبل كده قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. تلاقي ربنا فتح لك كده فتوح عجيبة في علم كذا في علم كذا في علم كذا، وانت ما قريتش فيه او قرأت فيه طرف بسيط، بس ربنا فتح عليك فيه قوي. جالك منين الفتح العجيب ده؟ لان انت بالعلم القليل اللي عندك في غير هذا المضمار او في غير هذا المجال انت عملت ايه؟ انت عملت بيه. يوم ربنا يفتح لك سكة في العلم فيما لم تتعلم، تلاقي فهمك بينور، عقلك بينور، مدارج مخك بتنفتح، رزقك بيتسع، سبحان الله. ولا من الأحوال خالية. هو هنا الشيخ جاب الأعمال الأول وبعدين جاب بعدها الأحوال. زي ما انتوا عارفين الأحوال ايه هي؟ الأحوال دي هي وهبية، مش كسبية. الأحوال دي اللي هي ايه؟ الواحد بيكون مرمي في خضم الدنيا، الدنيا عمالة تشيله وتحطه، وهنا فلوس وهنا أرض وهنا أطيان وهنا معرفش إيه وهنا إيه وهنا إيه، واخد بالك؟ فهو فين؟ ما بيصليش، ما مش في دماغه، يحضر حالة وفاة، يقعد يتعظ كده ساعتها ويمشي. يقوم ربنا سبحانه وتعالى عايز يفوقه بقى عشان يرجعه له. ابن عطاء الله بيقول ايه؟ لما يكون ربنا راضي على عبد فيجيبه له بالنعم، يديله نعم، بعت له فلوس، بعت له كذا وبعت له كذا، ما يجيش بالنعم. يعني كأن ربنا عمال يقول له طب خد فلوس اهي، خد عربيات، خد اراضي، خد كذا، على سبيل ان العبد ده يفوق ويرجع لربه، يبقى بيصلي وقاعد في الجامع ما بنقولكش سيب مصالحك وقعد في الجامع 24 ساعة، لا، بنقولك امسك بدل المليون 100 مليون،
بس وانت ماسك المليون وهتنسى ربك، خلي ربك في قلبك مش الفلوس هي اللي في قلبك، لان الفلوس ديك هتتاخد منك وانت بتموت، وهتروح بايه؟ هتروح بربك. احنا نرحل الى الله بالله عز وجل. فمش مطلوب مننا يا جماعه الخير ان احنا نبقى قاعدين في الجوامع 24 ساعه وان احنا نسيب الاشغال، لا لا غلط، ده لا هو ديننا ولا هو اسلامنا ولا كده. قال عليه الصلاه والسلام: لان يترك احدكم اولاده اغنياء اغنياء خير له من ان يتركهم عاله يتكففون الناس. يتكففون ده يديهم وده يمنعهم. فسيدنا النبي بيقول لك: لا موت غني وسيب عيالك مستورين، بس اوعى الغنى ده يكون في قلبك، يعني ما تخليش الفلوس هي اللي في قلبك. فيحصل ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يغنيه فيفتري او ما يفتريش بس ينسى ربنا. الصلاه على ما تفرج، تيجي معاد الزكاه واحنا مراش الله الفقراء ونطلع اكل، ولا ما احنا بنطلع ابتدي يبخل. هو ربنا عايزه يروح عامل ايه بقى؟ يروح لادعه، يلدعه، يلدعه فيه في الفلوس، يلففه حوالين نفسه كده زي الفرخة الدايخة كأنه خد حقنة بنج. فابن عطاء الله يقول لك ايه: من لم يسق الى الله بالنعم سيق اليه بسلاسل البلاء. سيق اليه بسلاسل البلاء ده عشان يحصل له ايه؟ افاقة. تلاقي فلوس اتاخدت منه بيته هيتخرب، يا رب الحقني يا رب اعمل ايه يا رب؟ ما هو هيعوضك بس اصبر. هو بيعمل لك ايه؟ بيلدعك عشان تخش بيته وتتعرف على الذكر والصلوات على النبي وتتعرف على الصالحين وتعرف القران بقى، وتبقى العمليه ايه؟ حلوه معاك. واخد بال حضرتك ايه اللي بيحصل هنا؟ بيحصل له افاقه. افاقه من الغفله بتاعته لان هو كان ميت. سيدنا علي قال ايه؟ قال: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ماتوا هنا ممكن تحملها على الموت الحقيقي وممكن تحملها على موت النفس. لما نفسك تموت تنتبه، خلي بالك لما نفسك تموت تنتبه، وممكن لما انت تموت تنتبه بعد الموت. بس هتنتبه وانت فين؟ وانت في تربتك حيث لا عمل، خلاص عملك انقطع. صليت على النبي. فبيحصل بقى ان الواحد بيكون ميت في الغفلات، موحول في الذنوب والسيئات، موجود في خضم احداث الدنيا. ايه اللي يحصل؟ يروح ربنا مديله ايه؟ لوحه يضربه ضربه، يروح مفوقه، يموت له حد عزيز عليه قوي، يموت له اخوه، ابوه، ابنه، مراته، اي حد، ويحطك هو ربنا جل جلاله ويرشقك رشق كده فين؟ في تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. تشوف كل ده تلاقي نفسك انت تلاقي طالع يقول لك: الله ينعل الدنيا، لا ابو الفلوس، لا ابو اللي عايزين الفلوس، لا. وبعدين يقعد يقول لك: ده احنا كنا بنعد انا وهو اول امبارح فر 3 4 مليون، عمل لهم عملوا له ايه؟ او ساب كده هو يتعظ ان الدنيا مفارقه لا محاله، وان كل واحد لن يبقى له الا عمله. يحصل له ايه بقى؟ افاقه. دي اللي بيسموها ايه يا مولانا؟ اليقظه. ودي اول مراحل التوبه. فاهل الله رضي الله عنهم بيقول لك اول مراحل الرجوع الى الله التوبه. وبعضهم يقول لك لا، قبل التوبه في حاجه ثانيه اسمها ايه الحاجه دي؟ افاقه، اللي هي ايه؟ ما لا ما تناموش، اللي هي ايه؟ التيقظ او اليقظه. يبقى اول مراحل التوبه اليقظه. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مش هو بقى لما بيتوب ويتيقظ يبتدي يرجع لربنا؟ يبتدي يذكر بقى. ما يذكر يبتدي الذكر ده له نور، فيحصل يحصل له انوار. انوار دي احوال. يبقى هي الاحوال نتائج الاعمال. واخد بالك؟ فهنا ليه هو قرنها؟ لقال له: لا تكن من الاعمال مفلسة. لان الاعمال هي اللي بتنتج الاحوال. انت شغال في الاستغفار، شغال في الاستغفار، شغال كل يوم بيجيب لك 1000 استغفار، 2000، وبعدين تخلص تمسك سبحان الله، تخلص تجيب لا اله الا الله، تخلص تجيب 1000 صلاة على حضرة النبي.
انت شغال شغال خلاص، انت عمال تنسحب من روحك، لان انت شفت لما الراجل ده مات او العزيز اللي ليك ده مات ايه اللي حصل، الدنيا متفات، اعمل لاخرتك بقى، ماسك السبحه وشغال صبح وليل وليل وصبح، ايه اللي بيحصل؟ قلبك بينور، ذهنك بيصفو، روحك بتهدى، ظلمانياتك بتنام، شعاع الارض المشرقه فيك بيبتدي ينور، اللي هو شعاع ارض حضره النبي اللي موجوده فيك اللي هي الفطره، لان احنا الشعاع ده هو من حضره النبي عليه الصلاه والسلام، وفيكم رسوله هو اللي فينا عليه الصلاه والسلام، يبتدي الشعاع ده ينور والنور الالهي اللي جواك ينور والفطره تنور. اما تنور يبتدي انت تشوف بعينك حواليك كده اشياء غريبة زي الانوار كده، زي برق، زي كذا احوال بقى، الاحوال ده ما بتستمرش، دي كده برق كده سريعة، وبعدين تروح داخل في المقامات بقى وتبقى من اهل الله وتسلك بقى. هل الكلام ده بيحصل من غير شيخ؟ لا، مش من غير شيخ، لازم شيخ. ليه يا جماعة؟ هقول لك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، لا في شيخ بيربي، ولا في ولي بيربي، ولا في حد بيربي، اللي بيربي العباد هو ربنا الحمد لله رب العالمين. رب هنا بمعنى ايه؟ مربي. والدتك في البطاقة مكتوب عليها ايه؟ رب منزل في الوظيفة، وانا اسمي ايه؟ رب أسرة، وانت اسمك ايه؟ رب أسرة الوظيفة، يعني واخد بالك؟ رب هنا من التربية، ربنا اللي بيربي. شوف قال لي سيدنا موسى ايه؟ ولتصنع على عيني، وقال لي سيدنا النبي وانك لعلى خلق عظيم، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيربي، لكنه وضع سر التربية في الانبياء، واختص من سر التربية ان يكون السر الاعظم في التربية لحضرة النبي، فاصطفى له اصحابه. خلص. يجي واحد محب كده مجذوب يقول لك يا سلام، يا ريتني كنت قام حضرة النبي، كنت امنت بيه، وكنت لو كنت تصلح لكنت معهم، وما تدعيش بيها ربنا، لان احنا مش عرفنا، يمكن لما كنت هناك تكون انت من الناس لابو جهل، وكنت تكفر حضرة النبي وتكفر بيه، وكنت تزهقه في عيشته، واخد بالك؟ يمكن ما كناش امنوا، والعياذ بالله، يمكن ما كناش امنا به. فلو كنا نصلح لذلك العهد لخلقنا هناك. فسيدنا النبي هو اللي خد سر التربية الأعظم، وبعدين اختص بيه سيدنا الإمام علي، وعشان كده سيدنا الإمام علي تفرعت منه الطرق الصوفية، فتلاقي كل الناس بتربي، لكن مش زي تربية السادة الصوفية رضي الله عنهم. ليه؟ لأن واخدينها بالتوارث من الشيخ بتاعه للشيخ بتاعه للشيخ بتاعه، لحد لما توصل لسيدنا الحسن البصري عن سيدنا الإمام علي. وطبعا بعض المشككين قالوا إن الإمام حسن البصري لم يروي عن سيدنا الإمام علي، وهذا كلام فارغ، لأن سيدنا علي توفى وسيدنا الحسن البصري كان عنده 9 سنوات، وكان متربي في حجره، وكان متربي في حجر ستنا أم سلمة رضي الله عنها، وسيدنا علي خصه بأشياء وهو طفل صغير، لأنه من هو صغير كان بني عليه علامات النبوغ، لا سيما وان سيدنا الحسن البصري كان بيعيط، فستنا ام سلمه كان وارثه شعرها من حضره النبي، فكانت تلمظه بيها، تلمظه تخليه زي يرضعها كده، فيبلع ريقه بعدها فيسكن، فجه في مره وهو بيعملها راح بلعها، فنادت على امه قالت لها خديه سيكون له شأن، ببركه مين؟ سيدنا النبي، واخد بال حضرتك؟ وسيدنا علي بقى راح ايه؟ راح مورثه حاجات كده وهو لسه طفل في سن 9، و9 عندهم غير 9 عندنا، ده 9 عندهم حلوة، فرق الزمن يعني، واخد بالك؟ فسر التربية ورثه ربنا عز وجل للأنبياء، واختص منهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم خص منه سيدنا الإمام علي، ثم باقي صحابته، ثم تفرع ذلك في الطرق، تمام كده؟ الشيخ بقى بيربي، تمام؟ أنت لما تسلك مع شيخ يا ابني يبتدي ان انت بيحصل لك احوال من الذكر، لان الذكر ده ليه طاقه نور، انت بتقعد تقول الله الله الله، انت بتذكر على لسانك شيء
من مدارج النور. الله دي كلها نور في نور، يا حي كلها نور، هو كلها نور، قيوم كلها نور، قدوس كلها نور، محمد كلها نور، احمد كلها نور، مصطفى كلها نور. كل الاسماء دي اسماء نورانيه، لما انت بتذكرها روحك بتتفاعل معاها في عالم الروح فبتشع نور. ايه اللي يحصل لما انت تكون واخد الطريق من شيخ والذكر من شيخ؟ لما النور ده يعلى عندك هو يسيطر عليك، ياخده منك، يهديك، يوقفك. إيه وطبعا عشان احنا نقول لك بتاخد ازاي او بتخف انت ازاي او او او، ده شغلة المشايخ مالكش دعوة بيه. لان في واحد يهدى بان الشيخ يسكته، وواحد يهدى ان الشيخ ياخد منه الصبح ويقول امنعه عن الذكر، وواحد يهدى بان الشيخ يوكله حاجات يتفسه في قلب البصل والثوم والعدس والفول لما يغشلقها له خالص، خليه ما يشوفش حاجه خالص، وكل واحد غير التاني وكل حال غير التاني، والشيخ الناصح هو اللي يشوف مريده في انهي درجه وينزله، وفي شيخ تاني يقول له لا وقف ده واعمل ده، على حسب حال المريد وعلى حسب حال الشيخ. يبقى الشيخ بيربي، تمام. لكن احنا قلنا التربيه في الاصل مين؟ لله ولسيدنا النبي، ثم للاولياء ومشايخ الطرق. حلو كده. طيب لما انت تيجي بقى حضرتك تمسك لك السبحه وتلاقي نفسك لوحدك كده عمال تقول لا اله الا الله لا اله الا الله، والسبحه بدات تاخدك وعمال تستدرج للذكر، تذكر تذكر، مالكش شيخ، ايه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى هو اللي بيرقيك وهو اللي بيوقفك. فتلاقي عمال يذكر كتير وبعدين يشتكي، يقول لك انا ما اعرفش، انا قعدت اصلي 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 وبعدين بقيت امسك المصحف واقرا كتير واعمل ما اعرفش ايه، وبقيت اصلي قيام وزي ما طلعت زي ما نزلت. عشان مالكش شيخ، ربنا بيحافظ عليك. لان لو انت تثبت لنفسك من كتر النور اللي انت بتجلبه لنفسك بالذكر ممكن تتجنن، تنسلب عقلك، ينسلب او تنجذب او 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 او. ولذلك انا مع الامام السيوطي رضي الله عنه وغيره من اهل العلم لما قالوا بان اخذ الطريق واجب، لان اخذ الطريق واجب. ليه؟ لان انت مش هتعرف ربك الا عن هذا الطريق، مش هتعرف حضرة النبي حق المعرفة الا عن هذا الطريق، ومش هتعرف حقوق آل البيت الا عن هذا الطريق. الطريق ده واجب، لان القاعدة بتقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالشيخ هنا بيقول لك ولا تكن من الاحوال ايه؟ مفلسا. يعني ايه بقى؟ يعني انت لما تشتغل في الذكر وتعمل باللي انت اتعلمته هتبتدي تورث ايه انت؟ احوال. والحال ده يوديك لايه؟ للمقام. يبقى انت كده ماشي صح. الاحوال دي بتروح وتيجي، المقامات لا، مقامات ثابته. وبعدين وانت في المقام يجي لك حال فيرفعك الحال ده المقام تاني، وهكذا. وتبقى العمليه ماشيه كده، حال ثم مقام ثم مقام ثم حال ثم حال ثم كده، درجات 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 درجات. اخواننا اللي ما خدوش طريق او ما يعرفوش الطريق ولا يشعروا بهذا الكلام. ليه؟ لانه ما ذكرش، لانه ما يعرفش. لكن انت لما تيجي تكلم الشباب مثلا بعد الحضره وتيجي تساله لك انا شفت كذا وعملت كذا وبعدين شفت رؤيه كذا، وتلاقي هو لوحده قلبه بيشع بالنور، وبعدين هو لوحده يجي الشيخ يقول انا بشوف كذا وبشوف كذا، وانت بتشتغل. طب اخونا اللي ما خدش ما يعرفش، فلا يتعرض له الحال ولا يدخل في مقام الا اذا اصطفاه الله. ده موضوع تاني، واخد بالك كده؟ ولا من الاحوال خاليا. وتيقن ان العلم المجرد، ايه هو العلم المجرد؟ قلنا العلم بلا عمل لا ياخذ اليد. وبعدين عشان انت تفهم ضرب لك مثال، بيقول لك واحد راح صحراء ومعاه 10 اسلحه. يا عم انت بلاش صحراء، انت ماشي مسافر ومعاك في العربيه بتاعتك آلي ومعاك صاعق ومعاك طبنجه ومعاك قنبلتين، انت راح تعمل ايه؟ مش عارف، واخد بالك؟ ومعاك مطوه وسنجه واي اسلحه من وبتلعب مثلا رياضه عنيفه او حاجه زي كده، ومعاك مراتك وبنتك واختك، وطلع عليك حراميه وطلع عليك حراميه. الحراميه دول هتعمل معاهم ايه لو انت ما شغلش الاسلحه دي؟ يعني انت لو ما شدتش اجزاء المسدس ده وضربت عليهم نار هيسيبوك؟
هيقول لك لا يلا الله يسهل لك، ولا هيعملوا اللي هم عايزينه. فالشيخ بيقول لك كتر الأسلحة معاك ما ينفعكش وقت اللزوم إلا لو استعملته، إلا لو طب لو ما استعملتوش ملوش لازمة. كذلك العلم، كذلك العلم عشان تستفيد بيه لازم تستعمله. لما تقرأ عن فضل قيام الليل قوم صلي بالليل وخلي قيام الليل في حياتك. أما تقرأ عن فضل الذكر امسك السبحة واشتغل. أما تقرأ عن السيوطي وغيره وغيره يقول لك إن أخذ الطريق واجب، ما تسيبش نفسك كده، ما تبقاش لقيط. تلاقي بعض الشباب بيتنطط من هنا لهنا لهنا لهنا، لقيط ده بيسموه في عرف أهل الله لقيط. إنما اللي يبقى ابن أبوه خلاص خلصانه، واخد بالك؟ قريت عن فضل القرآن ما تقرأ قرآن، قريت عن فضل العلم ما تقرأ في العلم، وهكذا وأنت ماشي، وهكذا وأنت ماشي، واخد بالك؟ فالشيخ بيقول لك لازم إيه؟ لازم تتعلم ثم تعمل بما تتعلم. ايوه اهو. فمن المعلوم انها لا تدفع الا بالتحريك والضرب اللي هي الاسلحة. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها، يا واحد يقرأ 100,000 مسألة علمية وما يعملش بولا واحدة فيها، طب هو كان بيقراهم ليه؟ كل ما تقرأ وما تعملش فقد أكثرت من حجج الله عليك. كل ما تقرأ وما تعملش فقد أكثرت من حجج الله. تيجي يوم القيامة تقول ربنا ما أعرفش، لك مين اللي قال؟ مش دي مكتبتك؟ أيوه. افتح الكتاب ده أهو صفحة كذا. يا رب ما أعرفش، ما أنا ما قريتوش. تشتري لي يا حبيبي؟ ولذلك بنقول للشباب اتقوا الله في شراء الكتب. إحنا مش ضد الكتب، اشتري واقرأ. مش تشتري وتحط زواء وديكور والشيء يذكر. قابلت مرة واحد مهندس ديكور فقال لي انا اعرف ناس طايفة كده لازم يعملوا مكتبة. ليه بيعملوا مكتبة؟ الديكور. ولازم الكتب تكون بلون معين عشان تبقى ماشية مع الديكور، هتلاقي تفسير كذا وفقه كذا وكذا، وينزل يشتري الكتاب من هنا ماله علاقة باللي جوه، هو عشان الديكور مكتمل. تاخد بالك؟ لا إله إلا الله، استكثر من حجج الله عليه ولا يعلم. قال ومثل أيوة. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراء. هنا بيتكلم على الأدوية بزمانهم، يقول لك واحد عنده حراره وما خدش الدواء، او كان عنده الصفره وما خدش السكنجبين والكشكاب، دي ادويه ايامهم هم. يعني بيقول لك انت سخن وعيان وما رحتش المستشفى هتخف؟ امال هتعمل ايه؟ المرض هيزيد. لا تستفيد الا بالايه؟ بالعلاج. فلا يحصل البر الا باستعمالها. ثم انشد شعرا نقف على معنى هذا الشعر نبدا به ان شاء الله المره القادمه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واسترنا بأسرار الفاتحة. صلى عليه.